يقف المواطنون في طوابير طويلة لليوم الخامس على التوالي أمام المحطات البترولية، إذ تشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة خانقة في المشتقات النفطية بسبب منع المعتصمين خروج قاطرات توزيع النفط على المحطات في مختلف المديريات. المواطنين نعم عانوا صراحة، وهذا يعني طريقة خاطئة، يعني القطع يعني المشتقات لأن أكثر حاجة يتضرر منها المواطن البسيط، يعني الحكومة ما يضرها. هذه الأزمة سببت توقف دخل بعض المواطنين وخاصة سائقي باصات النقل الخاصة، وقد اضطر الأغلبية من هذه الفئة إلى عدم الخروج للعمل لعدم وجود المشتقات النفطية ونتيجة ارتفاع أسعارها في السوق السوداء الذي بلغ فيها سعر الجالون 20 لتر إلى 20,000 ريال. بدل ما كانت ب6,000 سكبتها ب20، مضطر بعضهم عندهم مرض يسكب لك الدبة البترول ب20,000. شوف الأزمة هذه أثرت علينا، نحن ناس طالبين الله مع باصات، وبعدين في مشاكل لازم يحلوها بينهم، لا يخنقوا الشعب، يخنقوا الشعب بالبترول. يعني زي دحين الطابور قدامكم طويل، ايش نفعل؟ يعني قاسم طبرين من اول، نشتكي لمين؟ فين من فين الحكومه؟ فين الدوله معانا؟ ماشي معانا الدوله. شكى المواطنون هذا التلاعب وافتعال الازمات الذي قالوا بانه ينعكس سلبا على معيشتهم وتعطيل اعمالهم، ويفتح بابا واسعا لتجار السوق السوداء واستغلال حاجة المواطنين. أغلبية المحطات مقفلة، راقدين في المحطات 3 أيام. في ناس تتعامل مع السوق السوداء وعندها المقدرة نشتري أو تبيع على بترول مغشوش، لكن في الواقع وجود البترول في المحطات الحكومية بالنسبة قدامك نحن 3 أيام الآن، حتى الآن ما فيش بترول كثير، يعني تحصل في السوق السوداء يتوفر واسعارها تزيد 10 ل 15، لدرجه انه يبيعوه في القوارير الصغار حق الماء هذيك من 1,000 ريال. طابور طويل ومعاناه تضاف الى معاناه الكهرباء وانعدام المياه يتجرعها المواطنون في عدن، واستغلال تجار الازمات لحاجه المواطن جراء انعدام المشتقات النفطيه وبيعها باضعاف اسعارها الرسميه في المحطات، تضاف إلى المعاناة التي فرضتها الحرب على اليمن للعام السادس تواليا. دليل يوسف، اليمن اليوم، عدن.